بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، أيها الإخوة والأخوات، أيها المشاهدون والمشاهدات، أيها المستمعون والمستمعات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أما بعد، فكلمتي في هذه الليلة وفي هذا الجامع المبارك، جامع الشيخ سليمان بن عبد العزيز الراجحي رحمه وفقه الله وسدده وأطال في عمره على طاعته، هي بعنوان وصايا للصائمين. ولن أتعدى بإذن الله ما حدد لي، وهي 10 دقائق. أقول أيها الإخوة، الحمد لله الذي أطال في أعمارنا حتى أدركنا هذا الشهر، فكم من مؤمل لهذا الشهر مات قبل أن يدركه، فاحمدوا ربكم على هذه النعمة العظيمة، وعليكم بالتوبة الصادقة من جميع الذنوب والآثام. فربنا جل وعلا يقول: يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحة. فالتوبة النصوح أيها الإخوة والأخوات لها شروط، من شروطها الإقلاع عن الذنب، ثانيا تصميم العزم على عدم العودة إلى الذنب، ثالثا الندم على ما فرط وكان من الذنوب والآثام، ولها شروط أخرى. فلا بد أخي المسلم أختي المسلمة أن نتوب إلى الله توبة صادقة، لأن كل واحد منا لا يدري أيكمل رمضان أم يتوفاه الرحمن قبل أن يكمل رمضان. إذا أصبحت فلا تنتظر المساء، وإذا أمسيت فلا تنتظر الصباح، وخذ من حياتك لموتك، ومن صحتك لسقمك، ومن غناك لفقرك، ومن شبابك لهرمك. فعلينا جميعا أن نتوب، أن نتوب، أن نتوب توبة صادقة، وأن نتخلص من مظالم البشر. فالرسول صلى الله عليه وسلم يقول: ما تعدون المفلس فيكم؟ قالوا: من لا درهم عنده ولا متاع. قال: المفلس من يأتي بأعمال أمثال الجبال، من صلاة وصيام وزكاة وحج وغيرها من الأعمال الصالحة. المفلس من يأتي بأعمال أمثال الجبال، ويأتي وقد سفك دم هذا، وشتم هذا، وأخذ مال هذا، فيؤخذ لهذا من حسناته وهذا من حسناته، فإن فنيت حسناته قبل أن يقضى ما عليه أخذ من سيئاته فطرحت عليه. انتبهوا أيها الإخوة والأخوات، المفلس من يأتي بأعمال أمثال الجبال، ويأتي وقد سفك دم هذا وشتم هذا وأخذ مال هذا، فيؤخذ لهذا من حسناته وهذا من حسناته، فإن فنيت حسناته أخذ من سيئات صاحبه، ثم طرحت عليه، ثم طرح في النار، وهو عنده أيها الإخوة والأخوة عنده أمثال الجبال من الحسنات، وأفناها في الترهات والأباطيل والنميمة والسخرية واللمز والتنابز. فهؤلاء الذين تغتابونهم هم الذين سيقتصون منكم يوم القيامة ويأخذون من حسناتكم. فهل أيها العاقل ترضى أن يأخذ عدوك، لأنك لا تغتاب إلا من تبغضه وتعاديه، فهل ترضى يا أخي المسلم يا أختي المسلمة أن يأخذ هؤلاء حسناتنا التي تعبنا في جمعها؟ إذن علينا أن نتوب، علينا أن نتخلص من مظالم البشر. من كان عنده مظلمة لأخيه فليتحلل منه اليوم قبل أن لا يكون دينار ولا درهم. إن كان له حسنات أخذ منهم بقدر حسناته، وإن لم تكن له حسنات أخذ من سيئاتهم ثم طرحت عليه ثم طرح في النار. سبحان الله، سبحان الله. كذلك أيها الإخوة والأخوات، على النساء أن يلزمن الحجاب والستر والعفاف، وأن يأتين إلى المسجد وغير متبرجات. يقول صلى الله عليه وسلم: إذا شهدت إحداكن المسجد فلا تمسن طيبا. وقال: أيما امرأة أصابت بخورا
فلا تشهد معنا العشاء. فأنت أيتها المرأة المسلمة جئت إلى المساجد لأداء صلاة التراويح ولصلاة التهجد، فعليك أن تكوني قدوة للآخرين بالستر والعفاف والدعوة إلى الله والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. كذلك يجب علينا أيها الصائمون والصائمات أن نحفظ الرأس وما حوى والبطن وما وعى، وأن نتذكر الموت والبلى. فعليك أخي الصائم أختي الصائمة أن نغض أبصارنا عن الحرام. يقول جل وعلا: قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم إن الله خبير بما يصنعون. ثم قال جل وعلا بعدها مباشرة: وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها وليضربن بخمرهن على جيوبهن. فعليك أختي المسلمة أن تلتزمي بالحجاب وأن تراقبي الله جل وعلا في السر والعلن، لأن المرأة إذا خرجت من بيتها استشرفها الشيطان. وعلينا جميعا أن نقبل في شهر القرآن على القرآن، وأن نحفظه وأن نستعيد حفظنا، وأن نتقن تلاوته، وأن نقرأ ما تيسر منه. فالله جل وعلا يقول: ورتل القرآن ترتيلا، ويقول سبحانه: كتاب أنزلناه إليك مبارك. مبارك، القرآن فيه بركة، ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. فعليك يا عبد الله أن تتذكر قول خالقك ورازقك جل وعلا: ورتل القرآن ترتيلا. ويقول عليه الصلاة والسلام الماهر بالقرآن مع السفرة الكرام البررة: والذي يقرأ القرآن وهو عليه شاق له أجران. وقال عليه الصلاة والسلام: مثل المؤمن الذي يقرأ القرآن مثل الأترجة، ريحها طيب وطعمها طيب. اللهم اجعل اجتماعنا مرحوما وتفرقنا معصوما. اللهم لا تجعل منا ولا معنا ولا من بيننا شقيا ولا محروما. اللهم وفق ولاة أمورنا لما تحب وترضى. اللهم وفق ولاة أمورنا لما تحب وترضى، ووفقهم يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام، ووفق جميع ولاة أمور المسلمين. اللهم وفقهم لما فيه رضاك يا رب العالمين. اللهم اجعل اجتماعنا اجتماعا مرحوما، وتفرقنا من بعده معصوما، ولا تجعل منا ولا معنا ولا من بيننا شقيا ولا محروما. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.